بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الحالات هنا أقدر أجيب منهم الميل. الميل لو كان عندي نقطتين، يعني for example عندي مثلا x واحد واي واحد وعندي x اتنين واي اتنين، لو أنت عاوز تجيب الميل هنا في قانون بيستخدمه اللي هو بيساوي واي اتنين ناقص واي واحد على x اتنين ناقص x ايه ناقص x واحد. طب لو أنا في عندي الميل مع زاوية، يعني الميل ده صنع زاوية، يعني لو انت عندك الميل كده وصنع زاوية اوكي، الزاوية دي حضرتك بيكون مع الاتجاه الموجب، بيصنعها مع اتجاه الموجب لمحور ايه السينات، وليكن هذه الزاوية. فانت عاوز تجيب الميل، بتجيب اللي هو التان بتاع هذه الزاوية، يبقى الميل بيساوي ليكن اكس بيساوي تان، خليها زاوية تانية وليكن هنا مثلا قول مثلا زاوية وليكن جي، بتجيب تان هذه الزاوية تان جي اوكي. طب لو انا عندي معادله مستقيم، لو انا عندي معادله مستقيم اللي هي الواي بتساوي ايه، بتساوي ام اكس زائد مين زائد السي، في هذه الحاله الميل اللي هو معامل مين، معامل اكس اوكي. طب لو انا عندي المعادله العامه او المعادله المستقيم العامه اللي هي الايه اكس زائد البي واي زائد السي، وعاوز اجيب هنا الميل، الميل هنا بتقول اللي هو سالب بي على مين، اللي هو عفوا سالب ايه على بي، سالب ايه على بي اللي هو الفاكتور او الكوفيشن اوف اكس ديفايد باي الكوفيشن باي ايه باي اللي هو باي واي. ده هي حالات اللي تقدر فيها تجيب فيهم مين، تقدر فيهم الميل. شكرا لكم والسلام عليكم.